السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحياتنا لجميع المشاهدين يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وصحه سلام ورجعت وياكم فيديو جديد قبل لا ابدا بالفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناه وتفعيل زر التنبيهات لكي تصلكم جميع الفيديوهات اللي اقدمها لكم طبعا شكر خاص اللي صمم هذا الرسم اذا شاهدني اقل انا مشكور من يمك أو راح اشرح على هذا الرسم اللي هي انابيب سحب الدم بلاد كولكشن تيوب طبعا كل تيوب بمادة خاصة كل تيوب إلى لون خاص شركة مخليته طبعا خليك وياي منتبه راح اشرح وحدة وحدة التيوب ش يحتوي على المادة الفائدة من هاي المادة وليش مخلين هاي المادة طبعا وراح ابين لك انه تيستات اللي يشتغل به كل تيوب مثل ما تشوفون قدامكم هاي انواع التيوبات او راح اشرح لكم اياهن وحدة وحدة طبعا مثل ما جاي تلاحظون امامكم هاي اليوتيوبات وهاي الاضافات مالتن والمواد مالتن خلونا ننتقل لهن واحد واحد يلا نتوكل ونروح اليوتيوب الاول اللي هو باللون الاصفر المادة الموجودة بهذا اليوتيوب يسميها اس اس هي مختصر لسيرم سابوريتر تيوب اللي هي اس تستخدم لكل التحاليل التي تستعمل المصل ما عدا تحليل مصارف الدم يعني كل التحاليل حتى الكيمياء ما عدا مصرف الدم ما يشتغل هذا بهذا التيوب المادة المضافة قلنا المادة جل تشبه الجل او مادة هلامية زائد المادة منشطة لتجلط الدم الفائدة من هاي المادة المادة هلامية قلنا تفصل السيرم عن بقية الدم المادة هي الغاية منها منشطة وتسرع عملية التجلط. هذا التيوب الأول انتهى. نجي لليوتيوب الثاني اسمه بلين تيوب. هذا التيوب هو باللون الأحمر. أيضا لكل التحاليل التي تستخدم فيها السيرم يعني الأمصال أو السيرم. مثل التحاليل الكيميائيه كل التحاليل الكيميائيه لكن هذا التيوب بي نوعين النوع الاول ما ضايفين له اي ماده اما النوع الثاني يحتوي دار مالته مواد منشطه للتجلط فائده من هاي الماده المضافه هي تشجيع المواد المنشطه على تخثر الدم او تسرع عمليه تخثر الدم لكن هذا التيوب قليل يستخدمونه الافضل منه هو الاس اس تي اللي شرحناه قبل شوية ننتقل إلى التيوب اللي بعده هذا التيوب اللي باللون الأزرق أو السمائي يحتوي على مادة صوديوم ستريت يستخدم في هذا التيوب التحاليل الموجودة هي البي تي BT والبي تي تي والآي أن آر المادة المضافة قلنا ثلاثي سترات الصوديوم الفائدة من هاي المادة منع تجلط الدم فائدة من هاي المادة تمنع عنا تجلط دم اليوتيوب اللي بعده اللي يحتوي على بفر صوديوم سترات. هذا التيوب يستخدمونه في فحص معدل ترسيب كريات الدم الحمر ال اي اس ار المادة اللي مخلينها بهذا اليوتيوب سترات الصوديوم بنسبة 3.8% فائدة منها يزيل لنا الكالسيوم الموجود بالدم التيوب اللي بعده باللون الرمادي او الرصاصي هذا التيوب يحتوي على فلوريد الاوكسيت فلوريد اوكسيليت الماده البي يستخدم هذا التيوب ضروري جدا نستخدمه تحاليل السكر والجي جي تي. أو اختبار تحمل الجلوكوز هذا التيوب بالذات إنه الجسم يحتاج إلى السكر حتى يكون النطاقه طاقة فالتيوب هذا المادة المضافة مالته مانعة لتجلط أوكزالات الفلوريد المكونة من أوكسالات البوتاسيوم زاد فلوريد الصوديوم قلنا هاي الفائدة من يمه يمنع استهلاك الجلوكوز وهاي النقطة المهمة ضروري جدا هذا التيوب يستخدم في الكلوكوز لان الكلوكوز اذا سحبته بغير تيوب مثل الجل تيوب او الاس اس تي وخليته فترة معينة راح يطلع ايرر بالتحليل في اختبار الكلوكوز لانه كريات الدم الحمر تحتاج الى سكريات اذا بقى هذا الدم فترة طويلة راح تبدي تاكل السكر الموجود بالدم لذلك يصل خطأ في التحاليل. الفائدة من المادة المضافة قلنا فلوريد الصوديوم يمنع استهلاك الكلوكوز. اما اوكسالات البوتاسيوم من جزئين يزيل الكالسيوم زائد مضاد للتخثر هاي من مجموعة من الانابيب. التيوب باللون الازرق او الارجواني او البنفسجي. EDTA اثيلين دايمين اسيد الماده اللي موجوده به يت... هذا هذا التيوب يستخدم في تحاليل امراض الدم اللي تطلب دعم كامل او لتحليل كامل للدم سي بي سي وغيرها يعني كومبليت بلاد كاونت الماده المضافه رباعي اسيتيك ثنائي امين اثيلين الفائده من هاي الماده تعمل على دعم تجلط الدم لهنا انتهت انابيب سحب الدم واشوفهم في فيديوهات اخرى لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه تشجيعا الي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته